نتكلموا على الجمع ما بين الدواء والأدوية والأعشاب في وصفات طبيعية. دكتور عماد، منين كنتكلموا على هذه الوصفات الطبيعية؟ طبعا كاين الجانب الجمال أو تجميلي، وكاين الجانب العلاجي اللي من خلاله الناس كيبحثوا على حلول وعلى العلاج عن طريق الأعشاب وعن طريق الوصفات الطبيعية. الناس اللي كيكونوا مراد، شكون هما الناس اللي اليوم خصهم يردوا البال من استعمال الأعشاب؟ أكيد هو الناس بدأ في الخلط ديال الأعشاب والأدوية، كل شيء مخصوص يخلط الأعشاب والأدوية، وخاصة هما الناس اللي ذكرتها أختي سناء، الناس اللي كيكون عندهم السكر، الناس اللي كتكون عندهم الأمراض المزمنة يعني كاملة، السكر أو القلب، أمراض القلب والشرايين، الناس اللي كيكونوا كيعالجوا على لاتيغويد يعني الغدة الدرقية. فهاد الناس كلهم اللي عندهم هاد الأمراض المزمنة يردوا البال. علاش؟ لأن هاد الأدوية هذه اللي كياخدوهما كتكون أدوية ذات مفعول قوي. شنو هي ذات مفعول قوي؟ أنها كتمشي مباشرة للكبد، يعني كتأثر على الكبد، كتأثر على الكلاوي، وكذلك كتأثر على الغدد إلى ما خديناهمش بواحد المقدار، بواحد المقياس اللي كيكون سالم. إذن هاد الأدوية هذه إلى خديناها وخلطناها مع الأعشاب، بحال دابا نعطيكم مثال، خدينا مثلا الدواء ديال السكر، السكر باش نهبطوه القياس ديالو العادي، إذن نهبطوه تحت من 1.25. فشنو كيوقع ملي كتاخذوه مثلا وكناخذوا كاس ديال البومبلوموس؟ القوه ديال هذاك الدواء كترتفع بخمسه ديال المرات. اذا شنو هي كترتفع بخمسه ديال المرات؟ اننا في عطمه نهبطوا السكر ل 1 يعني من تحت 1.25، شنو كيوقع؟ كيهبط لتحت من 0.6، كيهبط حتى 0.5، حتى 0.4. انا شنو كيوقع؟ كتعطينا الكوما، ان الانسان يمكن يموت، يمكن يوقع عليه اغماء. اذا نردوا لبلاد المساله. هذا الشيء بالنسبه للادويه كذلك ديال القلب، اننا يمكن لها ترفع لنا دقات القلب اكثر من القياس، اذا دقات القلب كيوليو كيضربوا اكثر من 90 دقه في الثانيه، في الدقيقه عفوا، او مثلا تهبط لنا القياس ديال دقات القلب اكثر اقل من 45 دقه في الدقيقه. وهنا كتعرفوا شنو هو، ان القلب ديالنا ما كيضرب بالجهد ولا كيضرب قل من القياس. اذا شنو هي الخاصيه والقاعده اللي خصنا نديرو؟ اننا قبل ما ناخذ الادويه ناخذ الدواء ديالنا نتسناو ساعتين، لان لا بيو ترانسفورماسيون يعني التحول ديال هاد الدواء في الداس ديالنا في الكبد ديالنا وباش كيمشي وباش كيمشي حتى كنتخلصوا منه في لينوغم يعني في الصيدليه، كتمشي من ساعه ونص حتى لساعتين. حنايا نتسناو ساعتين اقصى حد، وديك الساعه الا بغينا ناخذوا شي نبته ولا ناخذوا شي علاج طبيعي، ولكن العلاج الطبيعي اللي كنكون كنعطيه لنا مختص. لان الا جمعنا ما بين النباتات والادويه كاينين جوج ديال التاثيرات، كاين الاول كيتسمى لونتاغونيزم ولو سينرجيزم. لو سينرجيزم شنو هو؟ اننا ملي كنخلطوا هاد العشبه بالدواء المفعول ديال الدواء كيرتفع في 5 المرات 6 المرات اكثر. لونتاغونيزم اننا ملي كناخذوا هاد النبته مع الدواء كتهرس لينا المفعول ديالو. اذا حنايا عند بالنا راه خدينا الدواء ديال الطونسيون مثلا باش الطونسيون تقاد، ما كنردوش البال، ولكن شربنا واحد النبته معاه، اش كيوقع؟ داك الدواء ما كيقضيش فينا. إذن كنتسناو النهار الاول، النهار الثاني وحنا كنديروا نفس العمليه. فاش كنجيو النهار الرابع كنلقاو الطونسيون طلعت اكثر من القياس، طلعت ل 20، طلعت ل 18. حنا شنو كيسحابنا؟ كيسحابنا واش الدواء اللي ما قداش، ولكن لا، راه هذيك النبته اللي خلطنا مع الدواء. نعم. إذن قاعده اساسيه قلت اننا الدوايات ناخذوهم ونتسناو ساعتين عادي الا بغينا ناخذوا المواد الطبيعيه. عندي ناخذوا سعاد معنا من اكادير. اهلا سعاد. اهلا اختي، لاباس بخير؟ الحمد لله، الله يبارك فيك، صباح النور، مرحبا بك على اذاعه اصوات، شخباركم؟ بارك الله فيك، دايما نتوما قاعدة خير؟ الحمد لله. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج، كتفيدونا بزاف، بارك الله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. الدكتور عماد على النصائح ديالو. هذا واجب اختي، هذا واجب، مرحبا، مرحبا بك اختي. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. دكتور انا عندي مشكل في الجلد ديالي. كنحس بالقريص على مستوى الرقبه ديالي من الفوق تحت بيطاني بين فخادي صباعي، يعني القريص، وكنحك بزاف. من بعد كيولي عندي جفاف وتراكم ديال القشره. وعلى مستوى الراس ديالو العنق بزاف بزاف. واخا يعني راه ما شخصتو ما كتكملش الجلده ديالي.
نعم. مشيتي عند الاطباء سعاد؟ مشيت عند جوج ديال الاطباء اختصاصيين ديال جوج هنا يعني احسن اطباء في كادير هنا مشيت عندهم. الاول قال لي عندي الصدفيه العصبيه. الصدفيه نعم وعاودت مشيت عند الاخر يعني بدلت مشيت عند الاخر قال لي عندك حساسيه راه ماشي صدفيه عصبيه. بجوجهم خرجوا لي الدويا وين المهم كل واحد وسميتو ديالو داكشي اللي ما عرفتش شنو غادي ندير. ولكن غير باش نتفاهموا اختي واحد المساله باش الاخوات تاهما يستافدوا والناس اللي كتسمع لينا دائما عافاكم الطبيب نمشي عنده مره ياك ونعاود نرجع اوكي فهميني دابا ماشي غنمشي عند الطبيب غيعطيني الدواء صافي ما نعاودش نرجع عنده لا راه الطبيب كيعطيك الدواء كيقول لك الله يخليك عاود رجع عندي باش نشوف حيت هو ملي غيدير التشخيص ديالو مثلا هذا الطبيب اللي قال لك الحساسيه ملي غيعطيك واحد المجموعه ديال الادويه وما غتقضيش اذا صافي كيحيد داك الفرضيه انها حساسيه اذا ملي غتمشي المره الجايه غادي يقلب على مرض اخر ولكن كل ما كنبدلوا الطبيب كناخذوا الدواء وكنقولوا حنا ما قضاش لينا وما كنرجعوش عنده نقولوا ليه راه ما قضاش لينا الدواء كنبقاو كل مره كنبداو حنا جالسين في الدرجه الاولانيه وما كنزيدوش اذا هذه كانت بين قوسين غير بغيت نسولك هاد القشور هادو كيبقاو فيك ديما يعني كتحسي بان ان الجلده ديال القشره فوق قشره على مستوى العنق ديالي انا في البلايص الاخرين عندي حكه تنحك بزاف واخا الركبي ديالك الركبي ديالك وليكود يعني في دوك الساعدين ديالك ديال يديك حتى هما فيهم القشره لا ما كايناش القشره كاينه الحكه وكيكون حمرار القشره عندي على مستوى الرقبه ديالي وكاين عندي جوج جول في حتى هما حدا القشره بالضبط وانا بغيت نسولك واش كتاخذي شي دواء دابا سعاد دابا حاليا ما كناخذ حتى شي دواء وحده السيمانه بالضبط اللي مشيت عند جوج الاطباء يعني ماشي دابا بغيت نعرف شنو هو المشكل اللي عندي واش المشكل هو انت سمعيني اختي سمعيني انت عافاك يا كتثقي فيا ياك بطبيعة الحال اذا غادي تمشي عند واحد في الطب هادو ولا تبدلي الطبيب حنا غنبداو صافي هاد الطب ما تمشيش عندهم غتمشي عند طبيب اخر اختصاصي في الجلد وغتبعي معاه غادي يبدا معاك المرحله الاولى وغتبقاي متبعه معاه وكوني على يقين غادي تلقاي نتيجه لان مالكي دابا الهيستامينات راه هما كيضروا لك في الداس ديالك اللي كيسببوا لك الحساسيه كانت الصدفيه راه غدا وكتزاد اذا دابا شنو خاصك تبتري تمشي عند طبيب باش توقفي بعدا هادشي باش دوك الهيستامينات اللي كيسببوا لك هاد الحساسيه هادي يحبسوا بعدا في الدم لحقاش كل ما تسنيتي كل ما الحاله كتزيد تفهمنا وهنا الحاله وهنا الطبيعه ما عندها ما غادي تفيدك من الاحسن انك تمشي عند طبيب ضروري ومؤكد اختي تهلا في راسك واش كاينه وصفه اللي تنصحها بها الان ولا من الاحسن تفادى دابا الوصفات الطبيعيه تعرف تشخيص الحاله ديالها نعم واش حساسيه ولا صدفيه نعم تهلا في راسك سعاد وعاود منين تمشي عاودي عيطي لينا ان شاء الله ورطيه لينا الخبر تهلاي بزاف في راسك وتحيه كبيره لكم باكادير غادي نمشي والان معنا فاطمه من فاس اهلا فاطمه اهلا صباح السلام عليكم وعليكم صباح النور مرحبا بك معنا على راديو اسواس صباح النور فاطمه ما كنسمعوكش مزيان يا ريت تمشي لشي بلاصه عندك فيها الريزو سمعتك دكتور عماد هي الحساسيه انا اللي كنت اتصلت بك واحد المره قلت لك راه حيت العروق ديال الريا وكتجيني النهجه وما كنقدرش هذا وسمعتني شوف فضلك لي لا ما نعطيكش وصفه غير تبعد وتبعد اييه ودابا المشكله انا ما عمري ما تاخذوش الاعشاب وانا ملي كيجيني قلت النعاس والتوتر وهذا كندير ديك الوصفه الشهيره ديالك لا اختي معليش فاش اتصلتي بيا سولتيني قلتي لي واش الا حيت العروقه الادويه دابا انت كتاخذي مجموعه ديال الادويه اذا دوك الادويه ما خصهمش يتخلطوا بالاعشاب واخا شنو هي الادويه اللي كتاخذي الان فاطمه الان كناخذ غير واحد الفانيد ودوك البخاخ واحد زرق واحد احمر لاش لاش من استعمال بالضبط الحساسيه توسعه ديال العروق ديك النهجه وحبا وداك الشيء نعم واخا وكان الدكتور عماد قال لي وقفي انا دابا راه تقريبا هذه شي عام ونص اللي باش درت العمليه وقال لي الدكتور عماد وقفي الاعشاب وانا كنت كندير ديك الوصفه ديالو الشهيره ديال التوتر وهذا واش معليش نوقفها حتى هي ولا غير نبقى نشربها سؤال في الموضوع ديالنا اليوم واش مثلا فاطمه تقدر تجمع ما بين الدواء اللي كتاخذوا على الحساسيه التنفسيه الحساسيه ديال التنفس وما بين الوصفه الطبيعيه فالوصفه غدير واحد ساعتين بيناتهم ولكن من الاحسن انها توقف الوصفات الطبيعيه حيت فاش اتصلت بها اخت فاطمه حاله خاصه جدا شناهي ان العريقات ديال الريه محيدين
يعني هذه عملية وتحيدوا العرق ديال الرية، فهنا كتولي الرية رهيفة وكيولي الدس رهيفة. إذن كي أشنو قلت لك أنا النصيحة اللي عطيتك؟ قلت لك بقاي مستمرة في الدواء ديالك والأمور غتكون بخير. الدواء كيتعطالك باش دوك العريقات اللي بقاو كيتوسعوا واحد شوية وكيزيدوا في الدم باش الأكسجين كيزيد يدخل العروقة، وكيعطيك البخاخات باش دائما دوك القصبات الهوائية ديالك يتحلوا ويدخلوا لك الأكسجين بكمية وفيرة، لأن دوك العريقات اللي ناقصين عندك إلا ما درتيش هاد جوج ديال الدوايات كيتسدوا وما كيدخلكش الأكسجين للرية ديالك. إذن تبعي دواك أختي، ومن الأحسن أنك تجنبي أي وصفة طبيعية. إذن لحد الآن تبعد على الوصفات الطبيعية كلها، ما تستعملهمش. واخا والله يزيد فرحتك فاطمة. كوتر معنا من أكادير، حتى هي عندها سؤال في موضوع اليوم، واش الإنسان اللي كياخذ دواء ممكن يستعمل في نفس الوقت وصفات طبيعية؟ شنو هي أحسن طريقة للجمع ما بيناتهم؟ واش في الحالة ديالكم غير منصوح؟ كوتر أهلا. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. أنا كدير لاباس عليك. الله يبارك فيك، مرحبا بك. الحمد لله، كدير دكتور عماد لاباس؟ لاباس أختي، الله يبارك فيك، مرحبا. الحمد لله. دكتور عماد الله يخليك، أنا بغيت نسولك. أنا ديجا مشيت للطبيب ودوزت ولقيت عندي الحجر في الكلاوي ولقيت عندي الكيف وخرج لي الدواء، خرج لي طريتمون ديال الدواء. دابا أنا كنشربو، ولكن في نفس الوقت قالوا لي الناس كاين اللي كيقول لي الماجنوس، كاين اللي كيقول لي كلي الدغموس، كاين اللي كيقول لي شربي الليمون باش تفك الحجار. انا ما بغيت ندير حتى شي حاجه مع شي حسن، ولكن نستشر معك بعدا وعاد نشوف. سؤال مهم حتى هو، كنشكرك عليها كوثر. الناس اللي بحال كوثر عندهم مشكل ديال الكلاوي، عندهم الحجر في الكلي، واش يستعملوا في نفس الوقت وصفات طبيعيه؟ فالحجر باي نوع ديالو، لا في الكلاوي ولا في المراره، شنو هما؟ ان اي نبته كنشربوها فيها واحد ترسبات، فيها واحد المواد اللي كتمشي وكتجمع وكترسب. إذا الكلوة اللي كتجمع لينا الحجر، ولا مثلا المرارة اللي كتجمع لينا الحجر، فشنو معناتها؟ أنها ما كتخلصش من دوك الترسبات، ما كيمشيوش مع الذات. إذا كل ما زدتي الأعشاب كل ما كتأثري على الكلاوي ديالك، وخاصة الحجر في الكلاوي. ردوا البال، الله يجازيكم بخير. الحجر في الكلاوي ممنوع منعا كليا نستعملوا الأعشاب، لا هو ولا في المرارة. الحجر في الكلاوي إلا بقينا كنستعملوا الأعشاب، لا قدر الله كنوصلوا للدياليز، أن الكلوة ديالنا كتمشي. والكبدة مثلا إلا خدينا كذلك اللي كانت كتكون رهيفة وكناخدوا الأعشاب، فين كتوصلنا؟ كتوصلنا لليباتيت بي، يعني البوصفير الكحل. وبالنسبة للمرارة كتوصلنا للبنكرياتيت. شنو هو؟ هو التعفن ديال البنكرياس. إذا التعفن ديال البنكرياس اللي كيديرنا بزاف ديال المشاكل واللي كيأثر كذلك حتى على الصحه ديالنا. فردوا البال، راه حتى في الدوايات كيقول لك الناس اللي عندهم الكلاوي والكبد كاين بعض الادويه اللي ممنوعين اللي ما كيتخادوش. اذا الاعشاب الكلاوي الجواب لا. واخا يقولوا لك اللي بغاو يقولوا لك الناس، دكتور عماد رئيس الهيئه المغربيه للمواد الطبيعيه كنذكر كيقول لك لا للاعشاب ولا للوصفات الطبيعيه. الله يزيد فرحتك وتبعي لو تريتمون ديالك، ان شاء الله غادي يكون خير. حنا موصلين معكم اول موضوعنا اليوم، واش ممكن تجمعوا ما بين الدواء اللي كتبعوه بوصفات طبيب مختص، واش ممكن تجمعوه بالاعشاب او بوصفات طبيعيه اللي كتسمعوا انه الناس واحد اخرين داروها او شي حد نصحكم بها. عندي سؤال ايضا على الصفحه ديال الفيسبوك. ام ماريا كتقول لي على انها مريضه بمرض الصرع، كتستعمل الدواء وكتسولك دكتور عماد واش ممكن تستعمل الاعشاب. فخاصه هذه الادويه هذه اللي كتكون كتستعمل مباشره على الدماغ او الجهاز العصبي، كتكون ادويه موجهه لعلاج الدماغ ولا الجهاز العصبي. ردوا البال، ما كيتخلطوش مع الاعشاب، لان هذاك المفعول ديالهم كيتقلب، وكيمكن لا قدر الله مثلا الا كانت كتعالج على الصرع وخدات هاد الاعشاب هذه كتزيد لها من نوبات الصرع، وفي بعض الحالات انها في عطمة شفا كيولي العكس، ان هاد نوبات الصرع كيوليو كيتزادوا وكيأثر على الدماغ ديالها. فانا كنصح الاخوات والاخوان اللي عندهم الصرع وكذلك حتى الاطفال، ممنوع ياخذوا الاعشاب، ياخذوا الدواء ديالهم اللي عنده واحد اللي كيمشي لواحد المنطقه معينه في الدماغ وكيعالج، والاعشاب نتجنبوهم نهائيا من الاحسن باش نبقاو محافظين على الصحه ديالنا. بالنسبه للناس اللي عندهم دكتور عماد ارتفاع الضغط او انخفاض الضغط، مثلا المشكل ديال التونسيون. نعم، المشكل ديال التونسيون اننا يردوا البال في الاعشاب، لان كاين بعض الاعشاب مثلا وخاصه عفاك انا هذه المساله عاوتاني كنزيد نركز عليها، راه الانترنت ليست باختصاصي، الانترنت راه ما هي لا طبيب ولا صيدلي ولا اختصاصي في المجال، لان مثلا كنمشيو كنلقاو، نعطيكم مثال، كنلقاو الكركدي يعالج الضغط الدموي المرتفع، متفق معكم 100،
ولكن خصكم تعرفوا ان الا شربتوا الكركادي بارد كيهبط الطونسيون، ولا شربتوا الكركادي سخون كيطلع الطونسيون. اذا شوفوا هنا الفرق فين كاين. اذا ضروري ردوا البال. وانا كنصح المرضى المزمنين اللي عندهم امراض مزمنه، خاصه هذا الضغط المرتفع، خاصه صحاب القلب، خاصه صحاب السكر، يردوا البال لهاد الامور هذه ويحاولوا يتجنبوا ما امكن الاعشاب. الادويه الا خداوهم بطريقه منتظمه وتبعوا يعني النصائح ديال الطبيب وتبعوا الحميه ديالهم، كونوا على يقين بان الامور غتكون بخير وتا شي حاجه ما غادي تضركم ان شاء الله. نردوا البال هذه المساله هذه. احنا دائما معكم مباشره في حديث ام غزل. ام ضياء معنا من مكناس عندها سؤال. صباحك سعيد ام ضياء. السلام عليكم. عليكم السلام ام ضياء، مرحبا بك معنا في حديث ام غزل. يبارك فيك وكنشكركم بزاف على الموضوع هذا وعلى البرنامج هذا. شكرا لك. وانت سفيره، انا كنعتبرك سفيره من سفيره البرنامج بمكناس. طبعا اختنا. طبعا مرحبا مرحبا. بغيت نشكر الدكتور عماد على واحد القدمه ديال التوتر العصبي وجربتها وعطات المفعول ديالها، وكنشكره بزاف وكنحمدو الوالدين ديالو. يعني ما كنتش كنعس فعلا، ما كنتش كنعس في الليل، وفاش بديت كناخذها رجعت كنعس مزيان الحمد لله. اي بغيت نسقسك واش هاد الوصفه هادي تاخذها واحد المره اللي كترضع؟ واخا باش نعاودو نتقاسمو ان شاء الله الوصفه، لان الاخوات تا هما غادي يبغيو يكتبوها ويديروا عندهم. اش من وصفه؟ لان عطيت بزاف ديال الوصفات التوتر العصبي. انا وصفه اللي استعملت يا اختي مغد الدوش والنعناع الصوفي والبابونج والباديان. اللي كناخذو معلقه صغيره معلقه صغيره من كل وحده، وواحد الباديانه مع واحد كاس صغيره الماء، وكنشربهم ثلاثه السوايع قبل ما ننعس. اييه مزيان. وشنو وهاد السيده دابا اللي بغات تستعمل هاد الوصفه شنو 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 المشكل ديالها؟ عندها 8 شهور، واش ممكن تاخذو؟ حامله في 8 شهور؟ لا كترضع. كترضع لا ماشي مشكل، الرضاعه ما كاينش مشكل بالنسبه للحمل لا، ولكن الا كانت كترضع ماشي مشكل، يمكن لها تاخذ هاد الوصفه اختي. واخا شكرا دكتور. وبالنسبه للمور 3 شهور واش ممكن الا زعما رجعت لي هاد الاعراض هادي واش ممكن نكمل فهاد الوصفه؟ انا كنصحكم تاخذوها كنقول انا 3 شهور على الاقل، فهمتي؟ هاد الوصفه تاخذوها حتى العام فهي غتكون مزيانه ان شاء الله، خاصة اللي عنده اضطرابات النوم مدة طويلة، خاصة اللي ما كينعش مزيان مدة طويلة فياخذ هذه الوصفة هذه ويطول عليها، ما عندها حتى شي أعراض جانبية أختي. حمل الوالدين بزاف، شكرا بزاف دكتور، لأنني كنت محتاجة النصائح ديالك فعلا، لأن ما كنتش كنعس كاع، والحمد لله فاش بقيت كناخذ هذه الوصفة هذه رجعت كنعس شوية، وحتى الأعراض ديال التوتر العصبي خصو بعدا نقصو بزاف. الحمد لله، وهذا واجب أختي، هذا واجب. مرحبا في أي وقت. شكرا بزاف. بالنسبه للموضوع الله يستر عليك، قلتي كتاخذ كينا طونسيون وكتبغي كتكون كتشرب الوراق نتاع الزيتون كتغليهم في الماء وكتبغي تشربهم، واش ممكن ولا لا؟ فاول حاجه هاد لا طوندونس هاد الضجه هادي ديال هاد اوراق الزيتون اللي تداولات في الانترنت ومتداوله بزاف، فردوا البال عافاك. اوراق الزيتون راه الا فتو في الاستعمال ديالهم اكثر من 15 يوم راه كيوليو كيكونوا لكم الحجر في الكلاوي ديالكم، ومع المده غادي ياثروا على الكلاوي. اذا الاوراق ديال الزيتون ما كيتستعملوش وما كيتشربوش. كيدوزوا علاش؟ لانهم كيخليو ترسوبات. كيخليو ترسوبات لان ما كيتخلصش منها الجسم، واحد لي توكسين يعني واحد لي سيديمو واحد كنقولوا حنايا واحد الشوائب اللي كيبقاو لينا في الماء. شنو العلاقه ما بين هاد الوراق ديال شجره الزيتون وما بين الضغط الدموي؟ فهما كيقول لك ان ملي كتشربهم كيهبط الضغط. دابا بحال ديك الضجه اللي كانت ديال الويفيرا المعالجه لجميع الامراض. إيه؟ ولات هاد وراق الزيتون، وراق الزيتون كيستعملوا من السكر، وراق الزيتون كيستعملوا للانجاب، وراق الزيتون كيستعملوا للضغط. فاحنا دائما ملي كنشدوا واحد الماده وكتعطي لها طوندونس كنوليو نخدموها لكل شيء. نعم. فهذه مساله مغلوطه، غتقولي لي الزيتون كنستعملوه، ايه راه ملي كيتعصروا وراق الزيتون مع الزيتون ماشي مشكل، ولكن ملي كنطبخوهم في الماء كيهبطوا لينا لي توكسين كيدوبوا لينا في الماء وكيضروا لينا الصحه ديالنا. اذا عجوزتها او حماتها ديال ام ضياء نقولوا لها تستعملها جوج الاسابيع ما تعاودش ديرها. فقط ومن الاحسن تجنبها لان ما غاتعاودش. ومن الاحسن كاع بلاش. ما غاديش تعاودها. شنو الوصفه اللي كتنصح بها الناس اللي عندهم طونسيون طالع دكتور عماد؟ فالطونسيون طالع كننصح بالدواء، وكاين كنقولوا حنا الاسعافات الاوليه، ان مثلا طلع الطونسيون بالزربه ومازال ما مشيتوش عند الطبيب ويلاه غتمشيو تاخذوا الدواء ديالكم، كنعصروا حامضه كنديروها في كاس وكنزيدوا عليها كنعصروا حامضه كنديروها في كاس وكنزيدوا عليها تقريبا واحد ربع كاس ديال الماء، كنخلطوها وكنشربوها ديك الساعه فقط.
يعني باش كيهبط واحد الطونسيون شويه وديك الساعه كنشوفوا الطبيب وكنشوفوا الدواء ديالنا. ولكن كان مازال كنأكد الامراض المزمنه نتجنبوا الاعشاب. نعم لان كنوليو كنقمروا بصحتنا فوالا انه يقدر يعاوننا مثلا نسمحوا لي على هذه العباره لان يقدر يعاوننا هاد الاعشاب وتقدر ما تعاوناش فاللهم نتجنبوها. دور عماد وعندنا مجموعه اسئله غادي ناخذوها وعاد نجاوبوا عليها. طبعا السيدات دائما عندهم طلبات على مواضيع مختلفه. غادي ناخذوا سؤال وعاد نجاوبوا من بعد. غادي نبداو باسماء من الدار البيضاء. اهلا اسماء. اسماء صباح النور، مرحبا بك معنا على راديو اسواد. شكرا اختي سناء اللي خطيك. تفضلي اسماء احنا معك في الخدمه، شنو سؤالك؟ السؤال ديالي ولكن صباح النور دكتور. صباح الخير. بالنسبه للسؤال ديالي انا كندير واحد الوصفه ديال زعفران الحر حيت انا جو سي نو فايونت، عندي اون مالادي ديال لا ريتينوباتي بيغمونتير. وتندير هاد الوصفه ديال الزعفران دابا صافي اموا اي دوني وبارفو كاين شي ليلات ما تنديرهمش الصابون اليوم تدي لي شي جوج زعفرينات هكا في الماء وتنخليهم في الماء دافي. علاش كتستعملي هاد الوصفه اسماء؟ على قبل يعني على قبل باش زعما كاينه كيزيد الشوف على قبل النظر. واش نكمل فيها ولا عندها يعني قدر واخا انا دابا كنت كنديرها او ميم طون كنسال كنقول واش هذا الكاس اللي كنشرب كل ليله قبل ما ننام واخا هذا الوصفه عنده اثار يعني شي سلبي على شي حاجه اخرى في الصحه ديالك. هذه الوصفه شكون اللي قالها لكم؟ سمعتها جو كوا حتى دكتور حتى هو كنصح بها. دكتور عماد، واش الزعفران الحر يرفع من قوة البصر؟ واش أسماء في الحالة ديالها الحالة المرضية ديالها هناك أمل بهذه الوصفة ديال الزعفران الحر بشكل مباشر؟ أكيد، فرفع قوة البصر كيكون عند الوليدات الصغار اللي قل من 10 سنين، إذا ملي كنفوتوا 10 سنين ما كيبقاش عندنا هنا ديال العلاج قوة البصر. هذا من جهة، من جهة أخرى فهذا مرض عضوي يعني الشبكية اللي كتكون مقيوسة والعين كتكون مقيوسة، فهنا اختي الوصفه الطبيعيه ما غاديش ما عندها مش ما غادي تنفعك ما غاديش تصلح، لان الاختصاصي في العيون او في طب العيون هو اللي كاينين مجموعه ديال التدخلات اللي كيديروا لهاد الامور هذه. بالنسبه للزعفران ماشي مشكل، غادي ينفعك لان فيه البيتا كاروتين والصفخانيل، تشربيه يعني غيعاون الداس ديالك، غادي يعاونك في المناعه، غيعاونك في بزاف ديال الحوايج اللي غادي تنفع الداس ديالك، ولكن انه يعالج لك ويقوي لك البصر فهذه مساله مغلوطه. ولكن الزعفران شحال قدرت الزعفران وشحال المده ديال الاستعمال؟ اكيد فهي قالت لك جوج شعيرات، راه هي ديجا بعدا راه قل من القيمه اللي ما كاينش مشكل. هذه شهر ونص وهي كتستعمل هذه الوصفه تكمل ولا تحبس؟ ما غاتخافش عليها، غير عافاك الزعفران ما تغليوش، ملي كنغليو الزعفران مع الماء تما كيولي ماده سامه، اما الا درناه مع الماء سخون او الماء دافي واحد شويه وخليناه تيطلق ماشي مشكل، ما عنده ما غيضرنا. دكتور عماد، غرام ديال الزعفران الشعراء او الزعفران الحر ممكن يقتل انسان من خلال السكته قلبيه؟ لانه هو كيرفع دقات ديال القلب، سي ان لوسينوجين اون بلوس، يعني هو الانسان بحال شويه بحال كيدوخ وكتسرع الدوره الدمويه وكيقدر يؤدي لسكته قلبيه. اكيد اكيد ولكن غرام انا كنهضرنا على غرام. غرام تبارك الله راه فيه شي 1000 شعره ولا يعني ولا خدينا غير جوج ولا ثلاثه ودرناهم في ذاك الكاس ديال العنبه يكون دافي فما نخافوش منه. وحنايا متمنياتنا لك بالصحه وبالعلاج اخت اسماء، وان شاء الله تكون قوه البصيره اقوى من اي شيء غادي تواجهيها اسماء. تهلا بزاف في راسك، تهلا بزاف في راسك. معنا وفاء من الصويره. اهلا وفاء. صباح النور. صباح النور، مرحبا بك من الصويره. بارك الله فيك، شكرا بزاف لسناء وشكرا للدكتور عماد. مرحبا. نورانا وفاء، شنو سؤالك؟ تفضلي احنا معك. عافاك، عندي جوج الاسئله دغيا غادي نقولهم. عافاك، سمعت جوج الوصفات مفرقه على الدكتور عماد ديال التنحيف اللي فيها السالميه والزعتر وعرق السوس. ايه بغيت غير نعرف واش فوق العاده الشهريه واش يقدر الواحد ياخذها؟ ايه ولا يوقفها؟ نعم ولا يوقفها؟ سؤال مهم. اها، وسؤال ثاني وبغيت نعرف عافاك انا دايره ستاهيلي واش ما كاين حتى شي مشكل باش ناخذ هذه الوصفه؟
دايره ستيريلي وخفتي مناش خفتي واش تمشي دير لك شي قلت زعما واش ماشي مواد سخان زعما واش ما غادي يكون حتى شي تاثير نعم. لا مزيان مزيان هاد الاسئله ديالك مهمه دكتور عماد شنو نقولوا الوفاء فانا دائما كنقول ان الوصفات الطبيعيه لحقاش هضرت عليها بزاف ان ملي كتكون العاده الشهريه ما كنستعملوش اي ماده طبيعيه خاصه دوك المواد اللي كيكونوا سخان لان كيمكن يعطيونا لي موغاجي فانا ديما هضرت على هذه المساله ان مجرد ما كتجي العاده الشهريه كنحبسوا اي وصفه طبيعيه كنديروها او اي حاجه كنشربوها في الاعشاب حتى كتفوت هذيك المرحله ويمكن هذيك الساعه نعاودو ناخذو شنو ممكن هذه تعطي للسيده شي سخفه ولا تكثر عليها الحيضه تعطيها نزيف نعم لان عندنا السلميه وعندنا الزعتر وعندنا عرق سوس ملي كتكون هذه التركيبه ديال غير ماده وحده فيهم راه كيمكن تعطينا النزيف اذا هذه توقفها يوم او يومين قبل من العاده الشهريه ديالها يوم او يومين قبل ولا حتى منين تجي صافي تحس جات يعني العاده الشهريه تحبس الجزء الثاني السؤال ديالها واش ما كاين حتى شي تخوف حيت عامله استغيلي او اللولب فكنشكرها بعد على هذا السؤال لان سؤال وجيه وبزاف ديال المرات كيطيح هذا السؤال فاستغيلي ملي كيدار عيشوا حياتكم طبيعيه صافي انا نتوما فهمتوني كنعيشوا حياتنا طبيعيه ما عندها حتى شي علاقه بشي تغير في الداس ديالنا لان هذاك استغيلي سي ميكانيك يعني ماده ميكانيكيه اللي كتدخل الداس ديالنا وما عندها حتى شي علاقه في التفاعلات مع الدويات اللي كنشربوها اختي اذا كملي هذه الوصفه ديالك هذه المده ديال الاستعمال ديالها شحال شهرين ثلاث شهور هذه الوصفه ثلاث شهور ثلاث شهور الوصفات كاملين وان شاء الله هذه غادي تساعدها على حرق الدهون وتخلص من الوزن الزائد تحيه لك وفاء نعاود نذكروا طريقه الاستعمال ديال هذه الوصفه دكتور عماد اكيد اذا غادي ناخذوا السلميه لانه عندي اسئله على تخسيس البطن كذلك وانا غنطرح لك سؤال واش الطيل الازرق وكنتي عطيتي شي وصفه فيها الطيل الازرق لتخسيس البطن اذا نعاودوا نذكروا هذه الوصفه اللي فيها السلميه والزعتر نعم اذا السلميه والزعتر وعرق سوس السلميه والزعتر كتاخذوا معلقه صغيره ونص معلقه صغيره ديال عرق سوس كتخويو عليهم كاس صغير ديال الماء مغلي تخليوه حتى كيطلق وهذاك الكاس كتشربوه نص ساعه بعد الفطور وكتداوموا عليه مده ديال 3 شهور بالنسبه للوصفه للدهن اللي فيها الطير الازرق هذه السؤال ديال ام جمال ما كتاخذ معلقه كبيره ديال الطير الازرق وتزيد عليه جوج معالق كبار ديال زيت اللوز الحلو تخلطوا هذا الخليط هذا مزيان وكديروا به مساج على البلايص اللي بغيتوا تنقصوا فيهم الاماكن اللي بغيتوا تنقصوا فيهم يعني داك الاماكن اللي زايده كتخليه مده ديال 50 دقيقه ومن بعد كتغسلوه العمليه كديروها جوج المرات في الاسبوع حتى ثلاثه ديال المرات وكداوموا عليها مده ديال 4 شهور معنا على الخط مريم من تارودان صباح النور مريم صباح الخير اختي سناء مرحبا بك على اذاعه اصوات ومرحبا بسؤالك بارك الله فيك كنشكركم بزاف على هذا البرنامج لا شكرا على واجب بغيت نسول الدكتور عماد على حسب ذاك الوصف العتانة ديال البرودة اللي فيها معلقة ديال الزعتر وورقة سيدنا موسى وكاس ديال زيت العود قالوا لي الناس بأن الزعتر راه باردة هي ما كتلاقش البرودة بحال هكا كنت نسولو نعم سؤال مهم في محله مهم قالوا لنا الناس قالوا لنا الناس شكون هاد الناس اللي قالوا لنا طبعا هذا السؤال هذا اول سؤال بعدا شكون اللي قال لك اختي بان الزعتر هي 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 كنقول حنايا هي سركنا سركنا ما يعني الاسم ديال الامازيغي ما عرفتوش ولكن الزعتر لو تان باش نقول لك هاد الوصفه انا اللي كنعطيكم دابا سبق لي انني كنت كنشتغل كذلك حتى بالنسبه للناس اللي كانت كدير السباق يعني لا كورس وخاصه الاحصنه يعني الخيل والخيل كتعرفوا بان الخيل هذوك العصب ديالهم الا ما كانش يعني مجبد مزيان ما يمكنش يدير القفز وما يمكنش يجري اذا كان الخيل دي فوا كيكون عنده هاد لي طونديليت يعني هاد الحريق ديال الاعصاب وكنا كنديروا هاد الوصفات هذه يعني بحضور اطباء فرنسيين وكنا كنديروا هاد الوصفات اللي فيهم الزعتره من مضادات الروماتيزم ومضادات البروده ومن المواد اللي كتقصح العصب ديال الداس ديالنا بقوه وباش نزيدك المعلومه الزعتره راه من المواد اللي سخونه اذا انا شربي دابا ديري واحد الكاس صغير واحد المعلقه صغيره ديال الزعتره في نص كاس ديال الماء مغلي وشربيها دابا في هذا البرد هذا وشوفي الداس ديالك واش غتسخن ولا ما غاديش تسخن صافي نديروا هذه التجربه هذه صافي دكتور مرحبا
شوف منين تسمعوا ما عندنا شي وصفة بغيتكم تكونوا مطمئنين. كنذكر أنه دكتور عماد هو أولا دكتور في الصيدلة ومختص في العلاج وفي تداوي بالأعشاب، وما عمرنا غادي نعطيكم شي خلطة ولا شي وصفة اللي ما هياش أو يعني ما متأكدينش منها. وأنا كنشكر دكتور عماد على هاد المسؤولية اللي كنحطو على كتافه وعلى هاد الأمانة باش كيشتغل معنا في راديو أصوات. عندنا سؤال على البرودة، عندي أسئلة على صفحة ديال الفيسبوك من عند أخوات على المشكل ديال الروماتيزم والبرودة، وهاد الوصفة نعود نذكروا بها إذن دكتور عماد لنا غيكون فيها علاج ومساعدة لهم. وباش نزيد نأكد أن هذا لوتيمول، لوتيمول هو المادة الأساسية في الزعيطة، راك تلقاوها دابا كاين بومادات ديال المساج راك تلقى فيهم هاد المادة هادي ديال لوتيمول. إذن الزعيط راك تاخذو معلقة صغيرة وكتاخذو وريقة ديال سيدنا موسى كديروها في كاس صغير ديال زيت الزيتون وكديروها فوق العافية حتى كتطلع الغلية الأولانية، تخليوها ليلة وكتصفيو هاد الوصفة هادي. من بعد كتوليو كدهنوا بها كمساج خفيف ما بلا ما تبركوا في البلايص اللي عندكم فيها الحريق ديال الروماتيزم، البلايص اللي كيكون عندكم فيهم دوك الحريق ديال الركابي، ولا البلايص اللي كتحسوا بان العظم ديالكم بحال بارد، وكذلك حتى داك الحريق ديال العضلات والحريق ديال العصب. فهذه كتصلح هذه الوصفه، كدهنوها وكتباتوا بها كل ليله حتى كتحسوا براسكم ترخيتوا ما بقاش عندكم هذه المشكلات. نعم، معنا امينه من الدار البيضاء غادي ناخذوا سؤالها في عجاله. اهلا امينه، مرحبا بك على راديو اصوات. اهلا، كيداير اختي لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك، مرحبا بك في حديث ومغزل. تفضلي اخت امينه، شنو سؤالك؟ كيداير خويا عماد؟ بخير اختي، الله يبارك فيك، ملي كنسمع صوتكم مرحبا. شنو السؤال ديالك؟ عافاك، بغيت غير نسولك على زيت القطران واش كتكون فيها الريحه ولا لا؟ واش زيت القطران فيها الريحه او لا؟ فزيت القطران اللي كنهضر عليها ديال التجميل، يعني بعدا خصها تكون زيت، ماشي داك القطران اللي كنستعملوا في اللي كيتستعمل في الفخار باش ردوا البال، وفعلا كتكون فيها الريحه. راه الويل دو كاد، لان شنو هو القطران؟ هو الجذوره ديال الزيتون مخلطين بالجذوره ديال العرعار اللي كيتحرقوا وكيتجبد منهم هذه الماده اللي كتجبد منها الزيت، اذا خصها تكون ريحه العرعار ولا الريحه ديال الجذوره ديال الزيتون. علاش بغيتي تستعمليها امينه؟ بغيت نديرها مع الوصفه اللي قال خويا عماد ديال الفلفله ديال الشعر. ولكن الوصفه اللي فيها زيت العود والفلفله الخضراء ما فيهاش زيت القطران. ما فيها قلم علقه القطران صغيره. لا لا ما فيهاش، هذه ديال القطران فيها زيت بوحدها الزعتر. هذيك زيت عاوتاني القطران. نعم. بوحدها زيت الزعتر وزيت القطران وزيت الزيتون معلقه كبيره من كل زيت، هذه هي الوصفه ديالي ديال التساقط. وديال الفلفله جوج فلفلات كيكونوا متوسطين كنحكوهم في كاس صغير ديال زيت الزيتون وكنخليوه في حمام مريم 15 دقيقه، ومن بعد كنخليوها واحد ثلاثه ديال السوايع تطلق الى ليله. وقلنا لانه الزيت خصها تسخن في حمام مريم اكيد وكتبقى فيها ديك الفلفله كترقد مزيان كتطلق، ومن بعد كتصفيها. نعم. وكتبدا تدهن بها الفروه ديال الراس ديالك، وهاد زيت الفلفله عطات نتائج هائله جدا، بزاف بزاف كثير يعني من السيدات اللي جربوها وراضين عليها. كذلك هذه اللي فيها زيت القطران غير هما بزوج ما كاينينش في وصفه واحده، اتفقنا امينه؟ تهلا فراسك، تهلا بزاف فراسك. عندنا سؤال من ام زكريا على صفحه ديال الفيسبوك سناء الزعيم اصوات، بغات تسولنا على الابن ديالها عنده سنه فيه مشكل القبض والسخانه. نعم، شنو نقولوا لام زكريا؟ فالسخانه الا كانت ما كتحيدش، الا عطاتو الدواء ديال السخانه يعني كيشرب وما كتحيدش ليه السخانه، فضروري تمشي عند الطبيب، لان السخانه خصنا نشوفو مناش، واش تعفون، واش البدايه ديال ان البرد غادي يضربو. بالنسبه للقبض فكنصحك تعطي واحد المعلقه صغيره ديال زيت الزيتون تعطيها ليه في الصباح على الريق، يعني حاول ياخذها، ومن بعد تبعي ليه شي معلقه شي شويه ديال العسل الحر غير باش ما تجيش ديك الزيت شويه غادي تضرو، وتعطيه 15 دقيقه يعني عفوا 15 اليوم غادي يستعمل هذه الوصفه هذه. نعم. وقلت هذيك المعلقه صغيره او ديك الراس ديال المعلقه ديال العسل الحر غير باش ديك البنه ديال زيت العود ما ما يذوقهاش يعني ما يستحملهاش. ولكن الوليدات وخاصه الرضع لانه عام مازال رضيع. نعم. راه ما خاصكمش تخليو وتصبروا على السخانه اكثر من يومين، يعني. نعم. الانسان غادي يجرب نهار الاول نهار ثاني الى يومين وما نزلاتش السخانه، يعني غير كتحبسوا داك الدواء ديال السخانه كتعاود تطلع السخانه. ضروري خصكم تديو وليداتكم الاطباء مختصين باش يعرفوا يشخصوا شنو هي الحاله بالضبط. عندنا صفاء الفضيلي اللي كتشكرنا على هذا البرنامج الرائع، وكتسولك دكتور عماد على بنتها عندها 4 سنين و5 شهور. نعم. كتقول لنا اللسان ديالها طايب ليها، هذه دابا سنتين داتها عند اطباء اعداد ودارت لها تحاليل قالوا ليها ما عندها والو، ولكن ما كتبغيش تاكل هذه البنيته، واش هناك وصفه للمساعده؟
وصفه للمساعده فخص تشوف بعدا البنيته الى الطبيب هذا والطب اللي داته ليه تقلب على اطباء اخرين ما تمشيش عند ديال السنان لان الاطباء ديال السنان هنا ما غاديش يتدخلوا غتشوف طبيب اختصاصي في التعفنات او طبيب باطني لان في بعض الحالات كيكون هالطيب هذا النتيجه ديالو بعض الفطريات او بعض الفيروسات اللي كيعطيونا الالتهاب ديال الفم ديالنا اذا الا ما خديناش مواد مضادة للفطريات ولا مواد اللي كتقتل لنا هذوك الفيروسات هذاك المشكل كيبقى. اما كوصفه طبيعيه اللي غنساعدوا بها البنيته ديالنا فهنايا 4 سنين ما يمكنش نستعملوا اي وصفه طبيعيه لان هذه الوصفه الطبيعيه اللي كتصلح الفم قاصحه شويه وهذوك المواد ما يمكنش يستعملوهم الوليدات الصغار. اذا تفادوا. نعم تشوف طبيب باطني. تعاود ترجع. طبيب باطني. ان تيرنيس هو ان شاء الله غيشخص الحاله الباطني. غادي نطرح عليك اخر سؤال الاخت ام هيثم كتسلم علينا وكتشكرنا على نجاح هذه البرامج وكتبلغ السلام لكل شيفان وليك دكتور عماد وكتقول لنا على انه الاب يعاني من الاسهال الحاد مشى للطبيب مرارا حدو في الاول كيتوقف هذاك الاسهال ولكن كيرجع ليه واش هناك مساعده فهنا غنشوف واش الاب ديالها مشى عند الطبيب يعني خصو الى مشى عند اختصاصي فهذا مزيان الا كان مشى غير عند طبيب عادي يعني طبيب عام فهنا كنصحوا انه يمشي عند طبيب اختصاصي المساعده على القبض انه ياخذ العصير ديال الجزره يعني يحكو جوج جزرات يحكم مزيان ويعصر هذاك العصير ديالهم ويديروا في واحد الكاس ويولي يشربوا من الصباح الصباح ويداوم عليه. شكرا لك دكتور عماد. شكرا لكم كثير مستمعاتنا.